والله ما في خلاف بين التيارات العامة على بنود الدستور، ولو حددنا نقاط الخلاف هتلاقيها قليلة قوي، يعني أنا أعتقد إن 5 مواد لا أكثر يمكن الإخلاف حولها. ما عدا ذلك أعتقد إن صلب الدستور عليه توافق عام بين القوى السياسية. فالمشكلة في أزمة الثقة، إزاي الإسلاميين يسيطروا على أغلب 100 أو جزء كبير منها، وإزاي ما يبقاش التصويت بالتلتين علشان أوقف هذا الزحف، زحف التيارات الإسلامية نحو يعني وضع الدستور، وفي نفس الوقت برضو التيارات الإسلامية إحنا أغلبية موجودة، وإن الشعب اختارنا عشان الدستور، وإن في النهاية نوابنا مش ريموت كنترول، في النهاية نوابنا لابد إن هم يقتنعوا إن هم بيمثلوا بشكل جيد وشكل طيب. فدخلنا المسألة، أنا بعتقد أنها مسألة نفسية بحتة، أزمة ثقة من الدرجة الأولى. في النهاية حتى أنا قلت لهم النهاردة، قلت لهم أنتوا الخلاف الكبير كان إيه في حاجتين اتنين. أولا إحنا اتفقنا على جميع الشرائح التي يمكن أن تمثل داخل هيئة أساسية، ما عليهاش خلاف نهائي، ما حدش يختلف، أساتذة قانون، هيئات قضائية، نقابات مهنية، اتحادات العمال والفلاحين، الشباب، الأقباط، الكنيسة، الأزهر، المصريين في الخارج، نسبة طبعا من الأحزاب، طالما احنا بعدنا النواب يبقى نسبة من الأحزاب، يعني تضمن تمثيل كل الأحزاب الموجودة. أقصد هناك إجماع وعدم خلاف نهائي حول الشرائع دي، خلصنا منها.